الجزء الثالث بعنوان الأعمال التي تقوم بها شركات ووكالات السياحة والسفر، وهي كثيرة، منها تنظيم وتنفيذ الرحلات السياحية الجماعية والفردية في الداخل والخارج، وعمل ما يلزمها من ترتيبات. 2- حجز وبيع تذاكر السفر الخاصة بوسائل النقل المختلفة، برية، بحرية، جوية. 3- عمل الترتيبات اللازمة نحو حجز الغرف بالفنادق وأماكن الإقامة المختلفة، والتفاوض مع موردي تلك الخدمات على الأسعار وعمل التعاقدات معهم. 4- تنظيم الاشتراك في الأهداف السياحية الخاصة والمهرجانات المختلفة، فنية كانت أو موسيقية أو رياضية. 5- تقديم المعلومات والاستشارات إلى العملاء عن الرحلات المناسبة وأسعارها والأماكن المناسبة لهم حسب رغباتهم. 6- مساعدة العملاء في تجهيز المستندات الخاصة بالسفر واستخراج التأشيرات السياحية، بالإضافة إلى إجراءات الحجر الصحي والجمارك وخلافه. 7- تزويد العملاء بالمطبوعات التي تساعدهم في الحصول على المعلومات المناسبة عن الرحلة وعن الأماكن التي سوف يقومون بزيارتها. 8- مساعدة العملاء في تأجير السيارات السياحية. 9- تنظيم وتحديد أماكن الزيارة التي يتضمنها البرنامج السياحي، بالإضافة إلى الانتقالات من الفنادق إلى المطارات والعكس. 10- التأمين على الرحلات والتأمين على الأمتعة وإصدار الشيكات السياحية وكل ما يتعلق بعملية استبدال العملات الأجنبية. 11- الإلمام التام بكل المعلومات الخاصة بجداول ومواعيد رحلات الطائرات والقطارات وأسعار الفنادق وحجم وجودة وأسعار الخدمات المقدمة بها. 12- إجراء جميع الترتيبات الخاصة برحلات المجموعات ذات الاهتمام، مثل رحلات الحج والعمرة ورحلات رجال الأعمال وحضور المؤتمرات والاجتماعات والرحلات الرياضية المختلفة. في سؤال: متى تكون إدارة الشركات السياحية ناجحة؟ بصيغة أخرى، ما هي أهم الركائز التي يجب أن ترتكز عليها هذه الإدارة؟ وللإجابة على ذلك تتضمن 5 نقاط. الأولى: إمداد العملاء بالمعلومات المختلفة التي تتعلق بالمقاصد السياحية. 2- إعداد البرامج السياحية في ضوء عدد من الاعتبارات، من أهمها الدراسة الدقيقة للأسواق المحلية والأجنبية. 3- الاتصال بموردي الخدمات السياحية وتوقيع عقود واتفاقات معهم لتنفيذ البرامج السياحية. 4- تسعير البرامج السياحية من خلال إدارة متخصصة. 5- حجز التذاكر وبيعها لكل وسائل النقل المختلفة. وذلك يتطلب خبرة ومعرفة وإلمام بمواعيد وجداول الرحلات الخاصة بكل وسيلة من وسائل النقل المختلفة. سؤال آخر:
ما هي أهم الأقسام الرئيسية في شركة السياحة؟ أهم هذه الأقسام تتمثل في 1 الإدارة، 2 قسم السكرتارية، 3 قسم السياحة، 4 قسم الدعاية والتسويق، 5 قسم الطيران، 6 قسم النقل السياحي، 7 قسم الشؤون المالية، 8 قسم شؤون العاملين والتدريب. سؤال ثالث، ما هو الشكل القانوني للمنشأة السياحية؟ وللإجابة على ذلك، قد تكون الشركة السياحية أو المنشأة السياحية متمثلة في منشأة فردية ممكن، أو شركة من شركات الأشخاص، سواء كانت شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة، وقد تكون شركة أموال، سواء كانت شركة مساهمة قطاع خاص أو قطاع عام أو شركة ذات مسؤولية محدودة. كده النقطة الثالثة خلصت. نبدأ في النقطة الرابعة بعنوان سمات الأنشطة السياحية وانعكاسها على النظام المحاسبي في المنشآت السياحية، وتتضمن هذه النقطة 6 نقاط رئيسية. 1 الأنشطة السياحية أنشطة موسمية من ناحية وجغرافية من ناحية أخرى، بمعنى يزداد الطلب السياحي صيفا على المدن الساحلية مثل رأس البر، الإسكندرية، جمصة، بورسعيد، مرسى مطروح، الساحل الشمالي، على حين يزداد الطلب شتاء على الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ، كما قد يرتبط الطلب بحضور مؤتمرات علمية أو فنية أو ثقافية. ومن هنا ينبغي عند تصميم النظام المحاسبي للمنشأة السياحية مراعاة فرض رقابة فعالة على المعاملات المالية خلال العام ككل، وخاصة خلال فترات زيادة الطلب على الخدمات السياحية. النقطة الثانية، يتأثر أداء النشاط السياحي بكفاءة العنصر البشري. ده بيبين أهمية العنصر البشري في النشاط السياحي كما سبق وبيناه في النشاط الفندقي. ومن هنا ينبغي اختيار العنصر البشري الذي يكون أو ينبغي أن يكون على درجة كبيرة من الكفاءة الإدارية والعلمية والمهنية العالية والخبرة الكافية، بالإضافة إلى المهارات الشخصية من حيث اللغات، فن التعامل مع الآخرين، حسن المظهر والسلوك. النقطة الثالثة، تعتبر الأنشطة السياحية من الأنشطة الخدمية ومن أمثلتها تنظيم الأفواج السياحية، توفير خدمات النقل والإقامة، خدمات صرف تذاكر السفر ونقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة. ومن هنا ينبغي تصميم نظام محاسبي خدمي يركز على أداء الخدمة حتى يتناسب مع نشاط السياحة. النقطة الرابعة، عدم قابلية المنتج السياحي للتخزين، ومن ثم
لا يوجد في حسابات المنشأة السياحية مخزون لا من إنتاج تام ولا من إنتاج غير تام، سواء في أول المدة أو في آخر المدة، فيما عدا المخزون من البضائع والمشروبات في قسم الطعام والمشروبات. النقطة الخامسة، الأنشطة السياحية تتطلب السرعة في التعامل مع السائحين، ومن هنا يجب تصميم نظام محاسبي يحقق السرعة في التعامل مع السائحين منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم، من خلال دورة مستندية تحكم الرقابة في جميع المراحل والإجراءات الإدارية. النقطة السادسة، الخدمات السياحية تنقسم إلى نوعين، هما خدمات مباشرة وخدمات غير مباشرة. النوع الأول الخاص بالخدمات المباشرة يقوم بأدائها كل من قسم السياحة وقسم النقل السياحي وقسم الإسكان السياحي، وهذه الأقسام تساهم مباشرة في تحقيق الإيرادات للمنشأة السياحية. النوع الثاني خاص بالخدمات غير المباشرة، من يقوم بأدائها؟ الإدارة العليا، حيث تخطط وتتابع وتراقب وتتخذ القرارات، قسم التسويق والإعلان والدعاية، قسم العلاقات العامة، وهذه الأقسام تساهم في تحقيق الإيرادات ولكن بشكل غير مباشر، وينعكس كل ذلك على تصميم دليل الحسابات في المنشأة السياحية، حيث يتم تقسيم الأنشطة السياحية إلى أقسام خدمات مباشرة وأقسام خدمات غير مباشرة. أقسام الخدمات المباشرة تتمثل في قسم السياحة، وده بيقوم بالرحلات بكل أنواعها، وقسم النقل السياحي، وقسم الإسكان السياحي، وقسم حجز تذاكر السفر. وكل قسم من هذه الأقسام يقوم بإعداد حساب إيرادات ومصروفات لبيان مقدار الربح أو الخسارة الخاصة به. أما أقسام الخدمات غير المباشرة وهي قسم التسويق والإعلان والدعاية، قسم العلاقات العامة، الأقسام الإدارية الأخرى، وهذه الأقسام تمسك حسابات للمصروفات لأنها لا تحقق إيرادات، وتحمل مصروفاتها على قائمة الدخل للمنشأة السياحية، وذلك من أجل الوصول إلى صافي الدخل للمنشأة السياحية. كده خلص القسم أو النقطة الرابعة.